أكد المهندس موسى مصطفى موسى المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية حرصه على متابعة أوضاع المصريين بالخارج. وأضاف موسى في تصريحات صحفية أن لديه برنامج طموح وواضح لكل مصري مقيم خارج البلاد، مؤكدا أن كل الجاليات المصرية قد اتخذت مواقف مشرفة تجاه مصر. هذا ودعا المرشح الرئاسي المصريين في الخارج للمشاركة بكثافة في الانتخابات المقبلة.